خلينا نروح ل زي ما قلت لحضراتكم منظومه النادي الاهلي منظومه احترافيه، منظومه تعمل باحتراف. مع بدايه العوده بعد رمضان والعيد كان من المفترض ان الكابتن خالد العوضي هيكون معايا على الهواء مباشره، ولكن انا وهو اتكلمنا الحقيقه ووصلنا ان احنا هيطلع معانا ان شاء الله مره بعد نهايه البطولات، لان قال لي لسه بطولات كتيره قوي يا اسلام. يعني احنا خدنا حوالي، كان ساعتها كنا واخدين 11 او 12 بطوله، ولكن قال لي لسه بدري قوي، ده لسه بتاع 7-8 بطولات تانيين. انا عايز، قلت له، قال لي انا عايز اخد كل البطولات، انا عايز اعمل كل حاجه. عموما خلينا نروح، احنا لغايه دلوقتي 15 بطوله، خلينا نروح لكابتن خالد العوضي نهنيه على بطوله السوبر الافريقي لكره اليد. كابتن خالد، يعني اولا الف الف مبروك على هذه الانجازات الرائعه اللي معموله خلال هذه الفتره في العاب الصالات، واخيرا او اخرها بطوله السوبر الافريقي لكره اليد. حبيبي يا كابتن اسلام، مساء الفل، مبروك علينا كلنا. معلش انا عارف ان انت زعلان عشان خالص. لا لا والله خالص. لكن حبيبي انت، لا انت كان عندك حق طبعا. الله يكرمك. بص، الحمد لله ربنا كرمنا في بطوله مهمه جدا جدا النهارده. مبروك على كل جمهور النادي الاهلي، مبروك على لعيبته، ومبروك على الستاف الفني والجهاز الفني والاداري والطبي وكل الناس اللي شغاله. نبارك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، ان هم فعلا من اول السنه هم الداعم الاساسي والرئيسي للفرق الرياضيه. الحمد لله الكلام شغاله مظبوط، والحمد لله ربنا كرمنا جدا 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 في بطولات، وبطوله غاليه جدا جدا عليا البطوله دي، بالذات غاليه عليا انا شخصيا، لان البطوله دي كانت اصعب بطوله عندنا السنه دي في السيزون. اهلي وزمالك اند بول بيلعبوا في صاله الاهلي على ماتش واحد على بطوله، فاكيد يعني كانت بطوله صعبه جدا 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 النهارده. الحمد لله رب. كابتن خالد، انا مش عايز اكلمك في بقيه الالعاب، ولكن انا عايز اكلم حضرتك على ايه التغير اللي حصل. يعني في بدايه الموسم، ويمكن انا وحضرتك كنا بنتكلمنا، وكنت كان برضو عندي مكالمه طويله جدا مع كثير من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في هذا الامر، اتقال لي ان السنه دي اسلام العاب الصالات هتبقى بشكل مختلف. ايه اللي حصل السنه دي يا كابتن خالد؟ ما كده هنحرق، هنكلم في الهاند بول، في الهاند بول تحديدا. ايه ده؟ هنحرق كل حاجه، بقول لك هنحرق كده اللي هنيجي يعني على قد ما نقدر. انت لسه هتيجي كمان 10 ايام فيعني هجي لك والله. انت بص يا كابتن اسلام، بص اللي حصل، التغير اللي حصل هي عباره عن تغير نفسي شويه للاعبين، الكلام معاهم باسلوبهم، انت بتتكلمه مش منطلق مدير بصراحه شديده. الالعاب دي انا ابن الالعاب دي، بكون حاسس بيهم، بكون بشايفهم، شايف اللعيب ده هيلعب كويس ولا وحش. المديرين الفنيين مساحتهم معايا في الكلام مساحه كبيره جدا جدا جدا، نتكلم عشان نوصل لحلول. في مدير فني بيتكلم معاك ويقول لك هو يا كابتن عايزين الحاجه الفلانيه تخلصها لي. المدير الفني ممكن هو يوصل يكون فاهم هو عايز ايه في اللي جاي، حاجات كاركتر كده مختلفة شوية مع الناس. وفي نفس الوقت اللعيبة أنا في وسطيهم، أنا بقول لك أنا ما بتعاملش مع لعيب في النادي الأهلي كمدير شوط رياضي، بالعكس حقيقي. أنا لعيب جوه الصالة دي زيهم بالظبط، على الصالة دي حققت إنجازات وبطولات. ما أنت ياما لعبت في هذه الصالة بالظبط. بالظبط. فالصالة دي صالة غالية جدا عليا، فلما بشوفهم جوها واشوفهم في التدريب، بشوفهم وهم ماشيين، العلاقه واضحه جدا. يعني النهارده هم بيتكلموا معايا وانت ماشي في النادي، قاعدين نتكلم مع بعض عادي جدا جدا جدا، لان هم فعلا هو اللعيب لما بيحس بالامان شويه بالاحساس ده بيدي كتير، بالذات ان انت تكون في ظهره وسانده ويحس في اداره سانداه. طبعا انا ممثل مجلس اداره النادي الاهلي، يعني طبعا ممثل اداره النادي الاهلي، انا مدير النشاط الرياضي للنشاط الرياضي كله تحت. فاللعيبه لما تكون حاسه ان الاداره سبورت ليهم، وحاسه ان مجلس الاداره نفسه في كل حاجه وراهم ساند 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 ساند، بتفرق كتير جدا 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 معاهم. بتفرق كتير، بتفرق الحاجات دي، ان اللعيبه دي تكون حاسه ان مجلس الاداره دايما في ظهره. ده حقيقه نعم، كل حاجه جميله جدا، وده اللي انا عملته السنه دي. انا دايما هم حاطين مجلس الاداره دايما في ظهرهم، ودايما معاهم في كل انجازاتهم، ودي حاجه مهمه جدا جدا. النهارده مجلس اداره النادي الاهلي كله قاعد وهم شايفين الكلام ده في الملعب، دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. النهارده بعد الفوز كلمت كابتن خالد، قلت له يا كابتن خالد عايزين لعيبه يطلع معانا ونفرح ونتبسط ونعمل. قال لي اسلام انا عندي ماتش، يعني عندنا بطوله بعد بكره، مش مثلا كمان اسبوع ولا حاجه، عندنا بطوله بعد بكره. فيعني في الاخر سمح لي بحميد وكابتن محمد ابراهيم على ما اتذكر، ولا لا؟ كابتن محمد ابراهيم. فيعني ومين يا كابتن؟ عندي اصابات، عندي حميد، عندي محمد ابراهيم الجول كيبرز، وعندي النهارده علي زين. صعبه جدا. طمنا بقى على علي معلش. والله يا كابتن اسلام، علي زين النهارده رجليه وقفت فجاه، انا وقف في الملعب، سمانته فيها مشكله. السمانه؟ طب الحمد لله ان هي السمانه. الحمد لله مش حاجه ثانيه. أنا افتكرت حاجة تانية بصراحة. أنا عارف كل الناس افتكرت حاجة تانية، الحمد لله نحمد ربنا عليها. في مشكلة في سمنته وطلع، كان كابتن محمود كان بارك للفرقة وعن طريقه وسألني على علي وقال لي ده تعمل له أحسن حاجة، زي كل أولادنا زي كل لعيبتنا.
لا حميد ما كان عنده رباط صليبي طلع على طول على النمسا وخلص ورجع لولده وبدا يبتدي في التاهيل. يعني هي الامور طبعا ماشيه الحمد لله، الحمد لله نحمد ربنا ونقول لعلي باذن الله كده ربنا يكرمه باذن الله ويرجع بالسلامه للملاعب، لان انت عارف ان علي لعيب محترف في دينامو بوخارست، لعيب طبعا مش بتاعنا، لعيب جاي ماتش سوبر واعاره وبطوله افريقيا، لكن اكيد هنشوفه بكره مع المدير الفني مستر ديفيد كابتن ديفيد مع ياسر لبيب ورئيس الجهاز، هنشوف الموضوع شكله ازاي، هل هو هيكمل هل هيريح، هنشوف ايه الوضع بالظبط ربنا يقول. يعني يعني حتى الآن لم تتأكد إذا كان كابتن علي هيكمل ولا لا؟ لم تتأكد أي شيء بصراحة، ما عنديش أي تأكدات. هو النهارده هو دلوقتي في المستشفى بتاعه كونسولته عشان نعرف هيقدر يلعب بكرة ولا يعني سوري هيلعب في المرحلة الجاية أو هيقعد، يعني لسه مش عارف. طيب طمنا على المرحلة اللي جاية بقى يا كابتن خالد، يعني المرحلة اللي جاية بطولة أفريقيا ماذا سيحدث؟ كابتن إسلام حضرتك نجم كبير وعارف بطولة النهارده السوبر، هتقول له مبروك بكره، هتقول له ما هو ده انت هتبدا بعد بكره بطوله انت افريقيا. قلت لي اساسا، ما انا بكلمه قال لي بقول لك ايه مفيش عندي ماتش بعد بكره. قلت له كده، قلت لهم كده، هم متعودين مني دي. هي لازم تبارك لهم يعني وتفرح معاهم، انا بفرح معاهم، خلي بالك بفرح زي طبعا طبعا انت يعني مشجع درجه ثالثه. بالظبط، بتفرح زي اللعيبه. بس اصعب حاجه في الحياه ان انت تبقى مسؤول، واسهل حاجه انت تلعب. اسهل حاجه الشغلانه ان انت تلعب، تنزل تلعب وسط الجمهور بتستمتع، لكن لما تبقى مسؤول بتبقى الامور اصعب كتير. لكن هم بصراحه بقول لكل فريقي وكل لعيبتي رجال سيدات ما شاء الله عليكم بجد، يعني ركزتوا اتقنتوا في العمل، بتجتهدوا جدا جدا، بتحاولوا تفرحوا جماهيركم ما شاء الله عليهم، يا رب يكمل السيزون على خير، اصل 4 بطولات في السيزون ربنا يكرمنا باذن الله. كم بطوله يا كابتن اللي باقيين معلش؟ ناقص لي افريقيا هاندبول اوكي، وبطولة سوبر السيدات ورجال في الباسكت، سيدات ورجال في الباسكت. ايوه السيدات هيلعبوا كثيره في الفاينل، والرجال هيلعبوا لنادي الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري اخر ال وبعد كده نطلع على رواندا، دي بطولة افريقيا لكرة السلة باذن الله ربنا يكرمنا. بس لها 4 يعني الخمس بطولات دول هم يعني الاقرب دلوقتي، يعني ان شاء الله نستنى ننتظر بعد نهايتهم، وان شاء الله تكون ضيف معانا وهنتكلم في كل حاجه ايجابيات وسلبيات طبعا خلال اكيد عندنا سلبيات هنعرض، اكيد عندنا ايجابيات هنعرض، ويعني ده طبيعه النادي الاهلي، خلاص قفلنا السيزون فهنتكلم في كل حاجه. بالظبط كده. انا يعني الحقيقه يا كابتن خالد انا النهارده بس حبيت ان انا اشكرك، لانه انا عارف الضغط الكبير جدا جدا اللي كان عليك خلال الفتره السابقه، عدد كبير من البطولات الحمد لله، ولكن المهندس عادل القيعي قال جمله عبقريه يوم الخميس، قال لك يا بخت الانديه الاخرى، لان الانديه الاخرى بتعرف تفرح ببطوله واحده، يعني لو خد بطوله في وسط 20 بطوله بيعرف يفرح بيها، لكن احنا كاهلي وكجمهور الاهلي زي ما حضرتك قلت لي كده النهارده، كلمتك قلت لك يا كابتن يعني عايزين نفرح والناس عايزه تفرح، قلت لي اسلام انا عندي ماتش بعد بكره، بعت لي المصابين يعني، لكن في النهايه يعني هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، فانا بشكرك جدا جدا يا كابتن خالد، ان شاء الله ربنا يكرمنا والفتره اللي جايه تبقى الاربع بطولات او الخمس بطولات اللي باقيين يبقوا يعني من نصيب النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي.